السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اجمل تحيه مني انا دكتور يوسف اوضه اخصائي طب الاطفال وحديث الولاده، ومعاكم في حلقه جديده من برنامج يوميات العياده. جايب لكم النهارده حاجه مهمه جدا هتساعد كل الامهات ان هي تعالج امراض كتيره جدا في البيت. النهارده هنستعمل ميه الرز. ميه الرز، ما احنا عارفين ميه الرز تعالج الاسهال والكلام ده. لا، ميه الرز لا، بتعالج حاجات تانيه كتيره. اول حاجه بتعالج الاسهال، وطبعا انتوا عارفين ميه الرز ودورها في الاسهال ان هي بتعوض السوائل اللي بيفقدها الجسم بتاع الطفل اثناء النزله المعويه، وده بيساعد ان هو بيمنع الجفاف. هندي للطفل كوبايه ميه الرز ونحطها على 3 كوبايات من الميه ونغليهم كويس اول لمده 15 دقيقه، وبعدين نسيبها لما تبرد ونديها للطفل نسيها زي محلول معالجه الجفاف. ده على طول بيعوض الاسهال. تمام. طيب ده الموضوع الاسهال. ايه اللي بعد كده؟ عارفين ان انتوا ممكن تعالجوا الاكزيما عن طريق ميه الرز. دي طبعا حاجه جديده. ميه الرز مفيده لعلاج الاكزيما عند الاطفال. لو احنا حطينا كوبايتين من ميه الرز على الميه اللي الطفل بيستحمى بيها على طول بيعالج الاكزيما عند الاطفال. كمان لو الطفل عنده سخونيه الافضل ان احنا نديه ميه رز. دي بترطب الجسم بتاع الطفل وتخليه على طول ان شاء الله يخف من السخونيه. اخيرا ميه الرز طبعا فيها ده مصدر كبير قوي للنشويات، وده بيدي للطفل طاقه وحيويه ونشاط طبعا بعد اللعب والكلام ده، فبيديه سعرات حراريه كويسه. دي طبعا كانوا 4 حاجات يعني من الحاجات المهمه قوي او الفوائد المهمه لمية الرز اللي انت ممكن تستعمليها في البيت. بس انا بحذر من نقطة معينة، ان الاطفال بعض الاطفال يكونوا عندهم حساسية من الشعير او من الشوفان. ده ممكن وارد انه يكون عنده حساسية من الرز. لذلك وقت ما تلاقي ان الطفل ظهر له طفح جلدي او حصل له اسهال شديد او ترجيع لما اخذ مية الرز، وارد ان هو يكون عنده حساسية منه، فعلى طول نستشير الطبيب. ازاي بقى نعمل مية الرز في البيت؟ طبعا الفكره بسيطه، احنا بنحط معلقتين بس من الرز على كوبايه من الميه، تمام، وتتغلى كويس قوي وتتصفى، والميه دي بناخدها وبنديها للطفل ونستعملها زي ما قلنا قبل كده. ده نهايه الحلقه بتاعتنا. اتمنى يا رب تكون يعني عجبتكم، وتعملوا كمان اشتراك في القناه بتاعتنا وتعملوا لايك للفيديو، ونعمل اشتراك في القناة وشير كمان الفيديو عشان يوصل لكل الأمهات في مصر والوطن العربي. تحياتي ليكم، دكتور يوسف أوضة أخصائي طب الأطفال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.